ونظمت جمعية نشميات الأردن أمس الجمعة حملة للتبرع بالدم لإغاثة قطاع غزة بالتعاون مع بنك الدم، وتوافد مئات المواطنين إلى مقر الجمعية في لواء رصيفة في محافظة الزرقاء نصرة لأهل القطاع في إطار الحملة التي أطلقت لنصرة الأشقاء الفلسطينيين وإرسال الدم مع قوافل المساعدات في الهيئة الخارجية والهيئة الأردنية الهاشمية. للحديث عن هذه الحملة معنا الدكتور رودينا العطي رئيسة جمعية نشميات الأردن الخيرية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. الله يعافيكم ويعطيكم العافية ويسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين. الله يسعد صباحك. يعني دكتور دائما تحدث عن النشامة وبلد النشامة، واليوم دورنا وفزعتنا، واليوم قديش إحنا يعني مع الشعب الفلسطيني تحديدا وقطاع غزة تحديدا. اليوم قمتم بهذه الحملة، ستين نتحدث عن هذه الحملة فزعة من نشامة ونشميات أهالي محافظة الزرقاء لواء رصيفة تحديدا. نتحدث البداية عن هذه الحملة ومتى بدأت؟ بادئ البدء يعني تحية إجلال وإكبار للشعب الأردني العظيم بكليته من شتى المنابت والأصول، اللي دائما هو السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، ونحن أخوات وإخوة ما حيينا. وتحت شعار دمنا واحد أطلقنا هذه الحملة من جمعية نشميات الأردن في لواء رصيفة، تعبيرا منا عن تلاحمنا مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع أهلنا في قطاع غزة للآن بتعرض لأبشع أنواع الاعتداء والعدوان من الكيان الصهيوني البغيض الذي يمارس أسوأ أنواع الاعتداء على الشيوخ والأطفال والمدنيين ونساءنا وبناتنا في هذا القطاع. امبارح بصراحة يعني قد ما بدي أحكي لكم وقد ما بدي أوصف لكم عن المشهد المهيب اللي حصل في لواء رصيفي، مجرد أنه الناس سمعت أنه في حملة تبرع بالدم، يعني كان بصراحة طوفان بشري من أجل التبرع لأهلنا في قطاع غزة. نشميات ونشامة انتفضنا امبارح، كنت أنا أول المتبرعين بدمي الحمد لله، وهذا أقل واجب إحنا منقدمه لأهلنا في قطاع غزة، لأنه اليوم إحنا عم نصلي عم ندعي عم نتبرع بدمائنا وهو أغلى ما نملك. اليوم إحنا عم نطلع مسيرات عم نجوب عم نستنكر عم نحاول بوسائل التواصل الاجتماعي نوصل رسالة لكل العالم إنه بكفي هذا الدمار اللي إحنا أهلنا في فلسطين الحبيبة من 48 وهم بتعرضوا لهذا العدوان. مش ذنبها فلسطين إنه هي أجمل بقاع العالم، ولموا اليهود المستوطنين من كافة أنحاء العالم وجابوه لعروس الوطن العربي وحطوهم فيها. الشعب الفلسطيني عم بدفع ضريبة كبيرة، عم بدافع عن شرف الأمة العربية بكاملها. اليوم إحنا عم نتطلع لفلسطين بعين مبسوطة فرحة للي صار، لأنه هذا الحدث غير مسبوق كان من المقاومة الفلسطينية، وأول مرة بتجرأوا للدخول والهجوم بهذه الطريقة، وكان في عدد قتلى من العدوان الصهيوني بهذا الكم وبهذا الحجم. من 48 ما كان هذا الحجم من القتلى عندهم والجرحى، لكن اليوم عدوانهم المضاد لهذا الفرح العربي وللمسلمين بكافة قطاع الأرض وحتى للمسيحيين، لأنهم كمان اليوم هم المقاومة عم بتدافع كمان عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وهذا يعني اسمح لي في خطاب سيدنا الأخير في الأمم المتحدة كان متخوفا بشكل كبير ونوه له، إذا إحنا كنا مستمعين جيدين لخطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة، نبه كل العالم، نبه أمريكا، نبه الكيان الصهيوني، نبه كل الدول، إذا ما كان في حل وفي سلم وفي استقرار في
فلسطين لن يكون هنالك سلام في العالم كله، لأنه كل القضية تدور في العالم بأكمل، وكل العالم يدور في فلك القضية الفلسطينية. نعم. فهذا التلاحم امبارح من شعبنا، من أهلنا، من إخواننا، من بناتنا، من النشميات، من النشامة، من مش بس برصيفة، تخيل يعني. وكنت تحدثت قبل الهواء عن شخص من المفرق. صحيح، نشمي من المفرق. والله يعني بدي يعني أصبح عليه بالخير وأحكي له الله يسعد صباحك وصباح وأنا بدي منك تصبحي عليه بشو صار معك، يعني كل أهل المفرق وكل عشائرنا يعني الأردنية. أكيد كل عشائرنا الأردنية من شتى المنابت والأصول، اللي مبارح يعني إحنا كانوا بنك الدم ماخذين قرار خلاص سكروا، وكان في لسه 150 بطاقة بدهم يعني يسحبوا منهم، يعني للعشرة بالليل كانوا ممكن يخلصوا. تمام. إجا وشمر عن إيده ورفعوا الدشداشة وقال لهم أنا مش مروع على المفرق اليوم إلا لما أتبرع بدم لأهلنا في قطاع غزة. فهذا الفخار، هذا الجهد، يعني هذا الإحساس بالانتماء بالوطنية، بأنه إحنا شعب واحد، دمنا واحد. إذا مش خال عم، وإذا مش عم خال، والنسب ووحدة الدم جعلت منا شعب واحد. وطول عمر الشعب الأردني يتميز بكلياته عن باقي الدول العربية أنه إحنا شعب واحد. صحيح. أبداً مو شعبين. يعني خلينا نتحدث عن الجمعية شوي. نعم. جمعية فضل. نشميات الأردن الخيرية، أهدافها، رسالتها ومشاريعها، ويعني مثلاً هذه حاملة التبرع هي من أحد مشاريعها اللي كان لبت النداء. صحيح. في هذه الأوضاع. ستي، الجمعيات الخيرية مش دورها الحقيقي والفعلي إن نوزع مساعدات فقط. صحيح. على الناس، يعني هذا جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية الحقيقية في المجتمع الأردني، لكن الجمعيات الخيرية دورها الحقيقي أن تقف في كافة المحافل وفي كافة المواقف، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي أو المستوى العالمي. صحيح. لأنه نحن نعمل على تنمية حقيقية في المجتمع. إذا أنت ما وصلت صوتك الحقيقي والفعلي واشتغلت على هذا النمط. صحيح. في الجمعيات ما بيزبط. يعني أنا من أهداف جمعيتي تمكين المرأة كيف بدها تتمكن؟ مكننا المرأة، لأن نبحث عن تمتين المرأة في المجتمع. صحيح. الأردني، وهي الأم والأخت والابنة. طبعاً. والجارة والصديقة والسند، وهي اللبنة الأساسية في المجتمع. نعمل على غرس الولاء والانتماء لدى فئة الشباب. طيب. وأنتوا بتعرفوا أنه إحنا من عشرات السنوات نتعرض إلى يعني الإرهاب والقوى الشد العكسي ومحاولة التفرقة وضرب الوحدة الوطنية. فنحن نساعد على تمتين موضوع خلق الولاء والانتماء لدى فئة الشباب. نعم. وإبعادهم عن آفات المخدرات. طبعا. والتفكير المتطرف. مهم. في المجتمع. هاي من أهداف الجمعية. الجمعية تأسست بال2007، كنت أنا ذاك عضوا في مجلس البلدي، واستمريت فيها لغاية الآن الحمد لله. ونحن نعمل على قدم وساق من أجل يعني أن نخلق حالة نوعية في التنمية الاجتماعية في المجتمعات، وعملنا تشبيك بصراحة مع كافة المؤسسات والوزارات في الدولة الأردنية. دائما نسعى أن نكون في خندق الوطن، وأن نكون مساندين لجهود جلالة الملك والملكة وولي عهدنا الله يطول بعمره. آمين. ودائما يعني النشميات يعني بسطروا أسماء آيات الولاء والانتماء. طبعاً. والنشامة في لواء رصيف الحبيب، وإحنا دائما يعني على قدم وساق في أي تطور ممكن إنه يصير، يعني في سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى. نعم. الدولي. طيب. يعني دكتور، نتحدث اليوم عن هذه الجمعية، وأكيد يوجد مشاريع مستقبلية، نتحدث عن المشاريع. نعم. المستقبلية بالإضافة إلى الآن حملة التبرع بالدم. ما هي المشاريع المستقبلية لديكم؟ والله أنا بصراحة أتطلع الآن إلى أن يكون هنالك مشاريع تنموية حقيقية تخدم فئة الشباب والمرأة خاصة، لأنه اليوم إحنا أنتم عارفين الظرف الاقتصادي اللي إحنا منعيشه، ظرف صعب جدا. يعني توجهت إلى معالي الزميلة السابقة معالي أم عمر وفاء بني مصطفى. أكيد. وهي وزيرة التنمية الحالية، كانت يعني نائب سابق مرتين زميلتي في مجلس النواب، إنه إحنا الآن بهذه الجمعية نسعى إلى خلق فرص عمل. نعم. إحنا اليوم عم نبحث على
خلق فرص عمل. كان عندنا وقت توقيع اتفاقية مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يعني برئاسة الدكتور عاطف الضباط، وبوجه له تحية من خلال شاشة التلفزيون اللي بنعتز فيها، بتدريب وتأهيل للعمل على للسيدات فقط. هذا كان المشروع، دربناهم على رسم الحنة، دربناهم على التصوير الفوتوغرافي، دربناهم على التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية التواصل والتسويق الإلكتروني نظريا وعمليا. علمناهم على دورة البديكير والمانيكير، هاي ممكن كمان يعني تخلق فرص عمل. السيدة اللي عندها هدول الثلاث دورات ممكن أن يكون لها إيراد يومي تقدر تساعد فيه أبنائها وأطفالها وأبنائها في الجامعات، وتقدر يعني تدعمهم في الأقساط الجامعات. دكتورة، رسالتك إلى خنسوات وحرائر غزة. هن يا فلسطين، بدي أحكي بسم الله على فلسطين، بسم الله على قلبي فلسطين، بسم الله على فؤادي فلسطين حتى يطمئن فؤادها. رسالة إلى أمهاتنا، رسالة إلى بناتنا، رسالة إلى خواتنا. اليوم هن يحملن الدور الأكبر، صحيح، بالوقوف إلى جانب الشباب، إلى أزواجهن، إلى الأهل، الأقارب. اليوم ثباتهم وصمودهم على أرض فلسطين هو الأمل اللي إحنا عايشين فيه هون، اللي احنا صحيح. قلوبنا عم تنبض فيه، صحيح. عم ندعي يا رب ثبت شعب فلسطين على فلسطين في غزة. اليوم عم بيحاولوا انهم يهجروا الشعب الفلسطيني من غزة. احنا ما بدنا تتكرر طبعاً. مأساتنا في 48 في اللجوء من طبعاً. اول طلقة طلعت في الهواء، جدودنا الله يرحمهم حملوا هالاولادهم وبوججهم، وبجوز ما حملوا، يعني جدتي انا كاني حاملة المخدة بدل عمي. فتاركته وراها ومشت، يعني تخيلي الاثر النفسي اللي تعرضوا له. احنا ما بدنا المأساة تتكرر باللجوء الفلسطيني. بعدين وين بدهم يروحوا؟ بدهم يجوا على الأردن؟ بكفي يعني بكفي. الأردن تحملت، اسمح لي بهاي الجزئية، من 48 وهي تتحمل لجوء من الأم العربية وأولها من فلسطين، بكفي. يعني هلأ ما بنقدر نتحمل أكيد. يعني إن الله شاء الله يكون ملجأ للجميع. لكن الأردن والله استنزفنا، الله يهونها يعني، وتحملنا فوق طاقتنا. وجهود جلالة الملك يعني بدفع باتجاه أنه يكون في حل سلمي، لكن لا سلامة مع اليهود إلى أن نتمنى يعني الخروج من فلسطين بكليتها. أشكرك سعادة النائب السابق الدكتورة رودينا العطي، شكرا لك، شرفتينا. شكرا على واجب، هذا أقل واجب يعني. شكرا. ممكن شكرا. إحنا نقدمه. شكرا دكتورة على تواجدك معنا، وتحية لكل عضوات هذه الجمعية. شكرا جزيلا.